للحديث أكثر عن الخلاف الدائر بين أربيل وبغداد على قانون العجز المالي، ينضم إلينا الدكتور عبد السلام برواري، أستاذ العلوم السياسية، عبر الهاتف من أربيل. أستاذ الدكتور عبد السلام، مرحبا بكم. رئاسة كردستان العراق تقول إن البرلمان صوت على قانون العجز المالي دون احترام الشراكة الوطنية. ما الذي مس الشراكة الوطنية التي تحدثت عنها الرئاسة في كردستان؟ نعم، شكرا لهذه الفرصة وتحية لكم وللمشاهدات والمشاهدين. في الحقيقة بداية لوضح شيء واضح، نحن مع إصدار هذا القانون وعمل إخواننا ممثلو إقليم كردستان في اللجان المختصة بكل جهد لكي يتم إصدار القانون، لأن 8 ملايين عائلة في العراق تنتظر صدور هذا القانون. هذا واضح، يعني التصويت والمعارضة والبيانات لم تكن ضد إصدار القانون، بل تم إقحام مادة، هذه المادة السابعة المخالفة للدستور، وبالضبط تنطبق عليها كل ما وصفه السيد رئيس مسعود البرزاني في بيانه. ليش؟ لأن الدستور العراقي يمنع قطر على الأرزاق، الدستور العراقي يجبر الحكومة على أن تخصص نسبة توازي السكان وحاجاتهم لكل العراقيين الموظفون في العراق والعراقيون سواء في الإقليم أو غيره. ثانيا، هناك اتفاقات بين الحكومة العراقية وحكومة الإقليم منذ 2019. حكومة إقليم كردستان لم تمتنع عن تسليم الواردات النفطية، وآخر موقف كان في يوم 18/10/2020، أرسلت حكومة إقليم كردستان كتابا رسميا إلى حكومة بغداد تقول نحن على استعداد للالتزام باتفاقاتنا المالية. والأستاذ خالد شواني وزير الإقليم لشؤون العلاقة مع بغداد عرض هذا الكتاب على الإخوة النواب، ولكنهم كانوا مصرين على هذا الموقف. لذلك جاء رد فعل الرئيس مسعود البرزاني كزعيم كموقف سياسي ضد العقلية التي أصرت على إقحام هذه المادة. بالمناسبة يعني نحن عرضنا عليهم 5-6 سيناريوهات. لماذا يتم بالذات تحديد إقليم كردستان ويصرون على إدراج نص يقول لا يجوز صرف حصة الإقليم، لا يجوز صرف حصة الإقليم إذا كان في العراق فعلا نظام قضائي أو دستوري كان سيتم رفض هذه المادة. بمعنى هناك موضوعان، أولا نحن ليس لدينا خلاف مع حكومة بغداد، وأنا أنتظر في الأسبوع المقبل أن يذهب وفد إلى بغداد ويتفاهم الحكومة وينفذ روح ما جاء في هذه المادة. طيب يعني الحكومة دكتور، يعني انسحاب النواب الكرد من جلسة التصويت على القانون إلى أي مدى كان مناسبا من وجهة نظرك؟ طبعا مناسب، لأنه موقف من هذه العقلية وهذه الروحية. شوف أعضائنا في إحنا مقرر اللجنة المالية هو من ثاني عضو أخرى من ثاني، ودخلنا الاجتماع، لو لم نكن ندخل الاجتماع لكان قد كثر النفاق للمعلومات. بدخولنا تم عقد الاجتماع وساهمنا في التصويت على مواد القانون إلى المادة السابعة. المادة السابعة هي إهانة لشعب كردستان، وهي إنكار لحقوق القومية، ومجرد كما ورد في تقريركم أنا أيده إلى حد ما، هو إظهار موقف ضد مواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني بالذات وأقليم كردستان في مجموعة من المواضيع، لا فقط موضوع السنجار. أولا هو ضغط على الكاظمي، لأن هذه الأحزاب التقليدية وهذا ذاول الموجودون في مجلس النواب يخشون من مقاعدهم، لأن الكاظمي سيدخل في بقائمة عراقية تتعدى البعد الشيعي أو السني أو العربي أو الكردي. أولا، ثانيا تتذكرون وأنا ذكرت ذاك في قناتكم أيضا أكثر مرة، نواب الأكراد خرجوا من جلسة البرلمان عندما تم التصويت على إلغاء مجالس المحافظات، لأن هذا موقف غير دستوري، هذا لم يعجب البعض. خرجوا من المجلس عندما صوتوا لإخراج القوات الأمريكية من العراق، وأنت تشوف الحالة الأمنية في العراق. واتفاق سنجار هو بداية في الحقيقة لحلحلة الموضوع وهذا الفراغ. دائما دكتور، دائما يعني هذه المشكلات متواصلة، هناك سلسلة من الخلافات. يعني لو أخذنا مثلا على سبيل المثال الخلاف على نسب تصدير أربيل للنفط، أيضا هي محل خلاف منذ فترة في ظل مطالبات مستمرة من قبل بغداد. لماذا لم تحل هذه المسألة مثلا؟ يعني بغداد لا تريد أن تحل بكل صراحة. شوف
ماضي عندي وقت لولا. احنا في 2017 اتفقنا مع الاحزاب السبعه الرئيسيه في العراق على اصدار قانون النفط. هم لم يقدموه، وكان هناك ملحق في الاتفاق انه يحق لحكومه اقليم كل سنه ان تصدر قانونها بعد 6 شهور على ان لا يخالف الدستور. نحن نعمل وفق هذا القانون، هذا القانون لم يعترض عليه احد. الدستور لا يمنع الاقليم من اداره ملفه النفطي. هذه قضيه مفتاحه، لا تعرف حصتنا هي حوالي 900 مليار دولار. اذا سلمناهم وارد النفط الذي لا يزيد عن 300 مليار، يجب على بغداد ان تسلمنا 600 مليار، وبغداد عاجزه. وحتى نحن رضينا ان ترسل بغداد 600. يعني هناك اتفاق بين الحكومه. نحن نسلمهم الرقم، هم ينقصون هذا الرقم من حصه الاقليم ويرسلون لنا نصف حصتنا، وهذا جاري منذ 2019. لذلك اؤكد ليست لدينا مشكله مع الذين بيدهم زمام السلطه، مجرد هؤلاء النواب الشعبويون الذين يركضون وراء كسب عطف في الشارع يقومون بمثل هذه الاعمال غير القانونيه. بغياب وجود المحكمه الاتحاديه يتم تمرير مثل هذه القوانين. نحن كنا مع تمرير القانون لان الناس تنتظر رواتب منذ شهرين. هذه هي المشكله، يعني رد فعل السياسي من قبل طيب رئيس البرلمان وقياداتنا. نعم دكتور عبد السلام، إذا سمحت لي، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وعد بتأجيل الفقرة الخاصة بكردستان ثم يعني أقرت. الكتل السياسية هل تراها يعني من وجهة نظرك أقوى من رئيس البرلمان، يعني في ظل حديث عن أن المستفيد من هذا القانون هي الأحزاب الموالية لإيران، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ لا، ليس هناك، أولا ليس هناك أحد مستفيد. هذا يشق وحدة الصف العراقي، المتضرر هو الشعب العراقي كله أولا. ثانيا طبيعي رئيس مجلس النواب حاول كثيرا، جلس مع رؤساء الكتل، دخل في مفاوضات اللجنة المالية، وكما ذكر مسؤولو الكتل الكردستانية وعدونا بأن لا يتم ذكر مثل هذا الشيء الذي يذل الكرد لأنه لا داعي له. ولكن عندما دخلوا الاجتماع طرح أحدهم هذا المقترح وتم تنفيذ. طبعا رئيس البرلمان هو يدير الجلسة في العالم، لهذا يسمى سبيكر، أكثر من سبيكر ليس له سلطة. وهذا، لكن أنا لا أعتقد أن الأحزاب السياسية هي التي قامت بهذا العمل، ولكن هذه أفعال ترضي الشارع وترضي طبعا جهات أخرى غير راضية على سياسات مواقف كردستان. الموقف المتشدد من خطاب لغه الرئيس البرزاني كان ادراكا لان هذا عقاب سياسي. انا اقول لك بصراحه ليس لهذا القانون اي اثر، لانه لدينا كما اشرت كتاب واضح يلتزم فيه الاقليم بتسليم واردات. البعض يرى ان هذا القانون او تمرير هذا القانون له دوافع، يعني دافع انتخابي ويهدف لوضع الكاظمي على الخارطة السياسية الشيعية، إلى أي مدى تتفق مع هذا الأمر؟ يعني أنا ما أعتقد هذا، لأن هذا القانون ساعد الكاظمي في الحقيقة. هم غير راضون عن الكاظمي الذي جاءوا به مضطرين لأنه لم يتفقوا على مرشح آخر. الكاظمي رجل ذكي يعمل بهدوء، وكل المؤشرات تدل على أنه سواء مع برهم صالح أو بدون برهم صالح يسعى الى دخول الانتخابات بقائمه بعيده عن هذه الاحزاب التقليديه الشيعيه، وانا اعتقد سيكون ناجحا وسيكسب اصواتا من كل هؤلاء غير الراضين الموجودين في ساحات وشوارع المحافظات الشيعيه، لان هؤلاء يرفضون نوابهم ويرفضون احزابهم ويرفضون ولائهم لايران، وشعاراتهم واضحه. اذا ما ادري، هذا الربط انا اشوفه بصورة غير مباشرة ويخدم المالكي أكثر مما يخدم هذه الأحزاب. نعم دكتور عبد السلام الوهري أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من أربيل، نشكرك شكرا جزيلا.